طيب خلينا نبدأ كده، لأن طبعا احنا عارفين إن الفريق كان في فترة راحة، فإيه الجديد؟ إمتى هيوصلوا تدريباتهم؟ النهارده هيستأنف الأهلي تدريباته عشان يستعدوا بقى لمباراة القطن الكاميروني اللي هتكون يوم الجمعة الجاية بإذن الله، مباراة في غاية الأهمية. وزي ما بيتقال كده، نفسنا ده يبقى أو دي تبقى المباراة اللي فيها مصالحة لجماهير النادي الأهلي بإذن الله، واثقين إن ده هيحصل. تاني هرجع أقول مباراة لا تقبل القسمة على اتنين، مفيش رفاهية أبدا، يعني خسارة أي مباراة من المباراتين المتبقيتين إن شاء الله نقدر ان احنا نحقق النقاط المطلوبه، نقدر ان احنا نتاهل لربع النهائي. اعتقد هي دي الطموح اللي يعني يستحقها جماهير النادي الاهلي، فبالتوفيق ان شاء الله. وخلينا برضو نطمن حضراتكم ان مارسيل كولر يعني على درايه وعلى دراسه بالفريق المنافس، ومفروض ان هو بيعمل كل الاستعدادات وكل الدراسات، وبيقعد في جلسات كمان مع جهاز المعاون عشان يدرسوا كافه الجوانب الفنيه الخاصه بالمباراه باذن الله. فكان في محاضره بالفيديو، كان في لقاءات، كان في كواليس، كان في اجتماعات مهمه جدا كمان مع اللعيبه. فربنا يوفقهم ان شاء الله يوم الجمعه، احنا منتظرين منهم الكتير جدا، سواء على النتيجه او كمان على اكيد الاداء. يا مسهل الحال.